فريق النادي القنيطري كيمر من واحد هذه تقريبا 20 سنه هو كيعاني كيقلب على راسو كيقلب كيفاش يرجع للمكان اللي كان فيها، لان الجمهور ما كيرحمش. الجمهور ولف واحد المستوى في النتائج، واحد المستوى في الكره، خص ترجع ليه داك الشيء. ودائما يعني تراكموا بزاف ديال المكاتب وبزاف ديال الرؤساء وما قدوش يقنعوا الجمهور ديالهم. فالمشروع ديالنا الان هو اولا تنقيب على لاعبين جدد، للاعبين من مدينه القنيطره، غنبحثوا عليهم غنديروا دي تورنوا اللي غنقدوا نشوفوا يعني اللاعبين اللي يمكن نديروا لهم التكوين، فهمتيني، لان خص يكون عنده امكانيات باش يمكن دير ليه التكوين. ما يمكنش دير التكوين لاي واحد، خص يكون عنده فرضيات، تكون عنده تقنيه، تكون عنده كورديناسيون باش يمكن تعطيه داك الشيء اللي خصو باش يكمل باش يلعب في الفريق الاول. هذا هو يعني المساله المهمه اللي بالنسبه لي انا كمشرف عام الان غادي نهتم يعني بلو فولي جون ندي ولا لا، يعني اكثر من ليكيب بريمير. ليكيب بريمير الان غادا في واحد الاتجاه مزيان مع سمير يعيش. احنا الحاجه اللي ما غاداش مزيان هو لانكوربوراسيون ديال لي جون في ليكيب، خصنا نوفرو ان شاء الله.